السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا كلكم بألف صحة وسلامة إن شاء الله بإذن الله. اليوم غادي نوجد مع بعضياتنا المسمن. إلا بغيتو تشوفوا كيفاش جاني هكا مورق، تشوفوا الطريقة مزيان والمقادير. نبدأ على بركة الله وتبعوا المراحل كلها. بسم الله، هنايا غادي وجدنا المقادير اللي عندنا. عندنا كيلو ديال الطحين، فرص، وعندنا معلقة ديال الملحة، وعندنا نص كيلو تقريبا قل شي حاجة ديال القمح الصلب الفينو اللي نقولوا له احنا السميدة رقيقة، والماء شوية دافي. نبداو على بركة الله. غادي نخلطو غير هاد المكونات اللي عندنا، نعجنوه. ما غاديش نبدلو فيه واحد المجهود كبير. غادي نعطيكم واحد السر اللي غادي تشوفوه كيفاش غادي يسهل عليكم العجينه، وكيفاش غادي تكون عجينه هذيك طريه، تكون لاباط ديالكم طريه. هنا غادي نعجنو، ومن بعد ما جمعت العجينه ديالي هنا، من بعد ما جمعتها غادي نديرها، هانتوما تكونش ما تكونش قاسحه وما تكونش طريه. غادي ندير لها السلوفه، غادي نجمعها مزيان في السلوفه. هاد السلوفه هذا غادي بحال غادي يزيد يعاونها في انها تروبوزا. هذا واحد السر مهم في لاباط، اي لاباط كديروها. هانتوما غادي نعاودها من هنايا، حتى هي ما غاديش نخلي باش البرد يدخل لها، المهم ما يدخلش لها البرد. تروبوزا مزيان، ماشي تخمر غير تروبوزا. هاد على بال ما نوجد انا الشيء الاخر واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق هكاك. ودابا غادي ندوز نحطها على جنب، نخليها تروبوزا. وغادي ندوز نوجد باش غادي نورق. عندي هنا الزبده، هي زبدة بحرارة الغرفة، وعندي هاد الزلافة هادي غادي ندير فيها السميدة، القمح الصلب اللي باش غادي نبدا نورق. هدا هو القياس اللي غادي نورق به، غادي نخدم به. هاهي دابا الزبدة عندي، غادي نمشي نديها شوية للميكخوند باش شوية تطلق متبقاش قاسحة. حيت غادي نزيد معها الزبده، نزيد معها الزيت، وهاد السميده ديالي، هذا القمح ديالي، شوفوا شو غادي ندير له. غادي ندير له كيس تاع خميره شيميك، وكيس تاع الفاني حسب الذوق. انا عجبني ولكن جا غزال صراحه، جا رائع، ما جاش باين بزاف ولكن جا رائع. غادي نخلط هنا كل شيء، هاد الشيء هادو الفاني وخميره الحلوه اللي هي لا ليفيغ شيميك، غادي نخلطهم بعضياتهم مزيان. وها الزبده ديالي راها شويه دابت في الميكرووند، نزيد عليها الزيت. ها هما هادو وجدناهم اللي غادي نبدا نورق بهم، هما موجودين عندي. ودابا غادي نبدا غادي نرجع للعجينه ديالي. ها هي راه تروبوزات مزيان ولا طريه. شفتوا غادي نجمعها شويه، شفتي كي ولات ماشي جريمه، مي طريه يعني تمازجات مع بعضياتها. ودرك غادي نبدا نشكل كويرات، غادي نشكل كوريت على القياس اللي بغيت انا. هنا شكلت شكلتهم صغار باسكو بغيت المسمنات يكونوا صغار. كنديروا هكا لي بول، وكنبقاو نشكلوا في هاد العجينه ديالنا كامله حتى نكملوها. ودائما ملي غادي نبغيو نورقوا
دابا هذه المرحله الثانيه ديال هذه غير المرحله دابا ديال كيف ديال الكوار. انا نكوروهم ونحطوهم نشكلوهم كويرات صغار ونحطوهم. عاد من بعد المرحله ديال الطراق هذه المرحله مهمه حتى هي، نشكلوهم ونحطوهم ونخليهم حتى هما يتروبوزاو. من بعد دابا ما كملت هادو لي بول ديالي، هاني وجدتهم كاملين، غادي نغطيهم بالبلاستيك، بلاستيك غذائي هما شفتو، نغطيهم كاملين نخليش البرد يدخل ليهم فوالا. وغادي نخليهم يتروبوزاو شويه، واحد 5 دقائق 10 دقائق على حسب. مهم تمشي تقضي شي شغال اخر توجد. دابا راني وجدت المقالي ديالي فاش غنطيب، وجدتهم حطيت حدايا الزبده والفينو اللي راهو مخلط بالمكونات. انا غادا دابا نبدا نورق، غادي نورق بعد واحد غادي نبدا بشي 4 هكاك نورقهم نحطهم، حيت غادي نبدا نطيبهم في ضربه واحده. غادي نورق مزيان على سطح العمل، شفتوني راني دهنت سطح العمل هو الاول باش ما تلصقليش لاباط، وتعاونني في الكليساج باش شد كليسه سطح العمل يكون نقي مزيان طبيعه الحال. ونبدا نورق، نورق بالزبده والزيت، انتما كيما شفتوا معايا كلشي واضح. وهنا ندير هذاك الفينو، نرش بداك الفينو، بقى محصل باللي درت معاه خميره الحلوى والفاني. وفي نفس الوقت المقالي ديالي راهما كيسخنوا بشويه، هنا غادي نبدا في نفس الوقت غادي نورق ونطوي ونطيب غير هما واحد 4 هكا على جنب باش ما نتغلبش، باش انفو ما يكونوا هادو كيطيبوا، حيت غادي ندير جوج هكا وجوج هكا، غادي نطيب 4 في ضربه ومن طول راني كنورق نورق ونطوي على بال ما يكونوا هادوك 4 طابوليه. غادي نكون انا ديجا ورقت واحد جوج ولا 3 ولا 4 اخرين. هذا هو هذه الطريقه اللي تمشي عليها. بالنسبه هذه عندي كميه كبيره، هذه ما شاء الله كيلو شي حاجه ما شاء الله، وحتى يعني كميه صغيره تقدروا ديروا نفس الطريقه. المهم هذه الطريقه اللي تمشيوا عليها. ندهن بالزبده والزيت دائما، نرش نطوي هنايا نطويها، ودائما نرش عاود، ندهن بالزبده ونرش فوالا. هاني نطوي، يعني نخليهم على جنب هانتوما تشوفوا، نعاود يعني نزيد نورق معاكم واحده اخرى باش تشوفوا مزيان. مهم هاد الطرق، يعني كل المراحل راهي مهمه، يعني المسمن ربما كل تقريبا نعرفو نديروه، ولكن كتختلف غير الطريقه ولا تكنيك. هنا هاني بديت كنطيب، هنا راني بديت كنطيب، شفتوا راه عندي هنا وهنا، ومن طور راني مجده ديجا باش انتما حدايا وحده، وراني كنورق في الاخرى، ربما راه كاينين حتى اكثر. راني نطيب في نفس الوقت ونورق ونطوي ونحط حدايا حتى نكمل الكميه كامله. هنا غادي نبدا نقرص شويه، ما نقرصهاش بزاف باسكو هي ديجا مورقه، غير نسرحها فوالا
باش ما تكونش غليظه، نسرحها في داك القياس ونحطها طيب. دائما نرش بالسميده ديال اللي فيها الحلوى، فيها خميره الحلوى. وانا نطوي دائما نطوي على البلايص اللي فيهم الديفو، نديرهم هما لتحت، واخا تجينا هكا نقطع لاباط ما نخافوش منها. نرش المقله ديالي بالزيت، ومنين نحط المسمنه طيب قبل ما نقلبها، نخليها غير شويه قبل ما نقلبها، نرشها حتى هي شويه من الزيت من الفوق. وها المسمنها هو يا موجود، هما شفتوا في النتيجه كيفاش جا كله مرق، هانتوما كله بحال بحال، نفرق على بعضياته وطيب. هنا نتوما لو بغيتو تزيدوا له مازال شويه طياب تحمروا تقدروا، باسكو هذه كميه كبيره وماشي كلها غادي تكال، غادي تبقى منها. هانتوما شفتوا كل مسمنه بحال اختها، هانتوما كله مرق، هانتوما شفتوا الطريقه ديالو، هذه هي النتيجه، هي هذه النتيجه اللي بغينا نوصلوا لها، هي هذه النتيجه. والبنه ما نقولش لكم المذاق، ما نقولش لكم، اللي تيذوق المسمن ديالي راه عارف النتيجه كيفاش دايره. هانتوما شفتوا النتيجه كيفاش جات، كنتمنى انكم تجربوه كيف ما المراحل اللي عطيتكم، وغادي ينجح معكم، غير تبعوا المراحل كامله وغادي ينجح معكم. ما تنسونيش من الدعم ومن اللايك، واي تساؤل خلوه لي في صندوق الوصف. السلام عليكم.